بالصباح لكم مشاهدينا، وسوا رح نتعرف على حالة الطقس كيف رح يكون اليوم وخلال الأيام القادمة من خلال اتصالنا مع الأرصاد الجوية والأستاذ ماهر حسن مدير مركز الباسل للأرصاد الجوية. يسعد صباحك أستاذ ماهر. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا. يسعد صباحك بك. شو تخبرنا عن حالة الطقس خلال هيدا النهار والأيام القادمة أيضا؟ نعم، حاليا وخلال هذا الأسبوع الطقس يستمر معتدل، ربيعي معتدل. الأسبوع القادم يبدأ فصل الصيف 20 حزيران، وتبدأ درجات الحرارة بالارتفاع الملموس والرطوبة النسبية أيضا مع تقدم المنخفض الموسمي الهندي السطحي. ولكن حاليا وخلال اليومين أو الثلاث أيام القادمة تبقى البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي سطحي مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا. من المتوقع خلال اليوم أن تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلا، والجو يكون غائما جزئيا في المنطقة الساحلية وصحوا مستقرا في باقي المناطق. بالنسبة للرياح السطحية جنوبية غربية بين الخفيف والمعتدل والبحر خفيف ارتفاع الموج. غدا أيضا يستمر الطقس غائما جزئيا في المنطقة الساحلية مع فرصة ضعيفة لهطل زخات متفرقة فوق المرتفعات الجبلية. كما تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها، ولكن الرطوبة النسبية مرتفعة، يعني الاحتفاظ أحيانا بالحرارة بسبب ارتفاع الرطوبة النسبية تتراوح بين 55 إلى 85% وترتفع أكثر الأسبوع القادم. بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة في المنطقة الساحلية عظمى 25 صغرى 16، طبعا هي أدنى من معدلاتها. في المنطقة الجنوبية عظمى 31 وصغرى 14، المنطقة الوسطى عظمى 27 وصغرى 15، في المنطقة الشمالية عظمى 31 وصغرى 15، والمنطقة الشرقية عظمى 37 وصغرى 19. يعني طقسنا غائم جزئيا فقط في المنطقة الساحلية وصحو ومستقر في باقي المناطق. نعم، مثل ما ذكرت، وطقس ربيعي راح يكون خلال هيدا اليوم والايام صحيح. القادمه ايضا صحيح. شكرا كثير لك استاذ ماهر حسن مدير مركز الباسل للارصاد الجويه، ويسعد اوقاتك.